الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فأمرت لأن أكون أول المسلمين. لماذا في الدنيا تحب الكمال، تحب البيت الأوسع؟ إذا خطبت تختار الأجمل، إذا اشتريت دكانا تختار الأكمل. لماذا في كل حاجاتك تختار الأجد والأغلى والأقوى والأسمن؟ هذه طبيعة الإنسان، مفطور على حب الأكمل. يا الله عز وجل، لماذا نحن نبتغي الكمال في الدنيا ونقنع بمرتبة وراء باب الجنة كما يقول الجهلاء في الآخرة؟ لما لا يكون إنسان عالي الهمة؟ النبي الكريم ورد عنه أن علو الهمة من الإيمان، الطموح. الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هنا التنافس. أما أهل الدنيا يتنافسون في بيوتهم، في ولائمهم، في ألبستهم، في مركباتهم، في قصورهم، في حدائقهم، في أرصدتهم، في بذخهم، في لهوهم، في فجورهم. لكن أهل الإيمان يتنافسون في طاعتهم لله عز وجل، يتنافسون في طلبهم للعلم. المؤمن غيور، لكن هذه الغيرة يحبها الله ورسوله، يغار من إخوانه أن يسبقوه، يتنافس مع إخوانه تنافسا شريفا. تنافس مع أخيك، كن أنت الأول في حفظ كتاب الله، في فهم كتاب الله، في تعليم كتاب الله، في توظيف طاقاتك في سبيل الله. هذا الذي يطلب الأدنى يخالف الفطرة، فطرة الإنسان تطلب الأعلى. قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لكن هنا في نقطة دقيقة جدا، وهي أن الأفعال من الله عز وجل. لماذا ربنا عز وجل قدر على يد إنسان هذا العمل ولم يقدر على يد هذا الإنسان؟ لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ قال الأفعال فعل الله، أما الشيء الذي يحرك الأعمال هي النوايا الطيبة والإخلاص لله عز وجل. فالمؤمنين يرتقيان عند الله بحسب إخلاصهما لا بحسب أفعالهما، لأن أفعالهما من الله عز وجل. فكلما نويت عملا صالحا الله عز وجل قدر لك هذا العمل، فكأن الأعمال التي أجراها الله على يديك تعبر عن نواياك، تعبر عن طموحك، تعبر عن إخلاصك. إذن وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ومع هذا الأمر العظيم أن يعبد النبي ربه وأن يكون الأول، قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يخبر الله عنه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إذن هذا مقياس دقيق. لا الإنسان يدعي أنه مؤمن، علامة إيمانك خوفك من الله. انظر، الإنسان أحياناً يأكل الأطعمة دون أن يغسلها، لكن الطبيب لكثرة ما يرى من أمراض إنتانية، التهابات أمعاء، من أوبئة تنتقل عبر الجراثيم، من أوبئة تنتقل بسبب القذارة، تلاقي حريص حرص بالغ على تنظيف يديه وأوانيه وحاجاته. طيب هذا الخوف من العدوى وانتقال المرض جاءه من علمه، فكلما ارتقى العلم ارتقى معه الخوف. أبدا، الخوف مؤشر على العلم، إذا ازداد خوفك
هذا يدل على ازدياد علمك، لأن الجاهل لا يخاف. أنا مرة أضرب هذا المثل من باب الطرفة، يعني مرة طالب قال لي في الصف: أنا لا أخاف من الله. قلت له: معك الحق ألا تخاف أنت من الله. قال: لماذا؟ قلت له: لأن الطفل الصغير عمره سنتين أحياناً يأخذه أبوه معه إلى حقل الحصاد، قد يمشي أمامه ثعبان كبير، لو رآه رجل راشد لخرج من جلده خوفاً، أما هذا الطفل الصغير يضع يده عليه، لماذا لا يخاف؟ لأنه لا يدرك، فالذي لا يدرك لا يخاف. وأنت ترى، لا، مهندس الكهرباء يعرف ما معنى التيار العالي، لك هذا بفحم الشخص، بفحمه. أما قد إنسان يحترق ويتفحم بسبب جهله، فكلما ازداد العلم يزداد معه الخوف. فإذا أردت أن تعرف مستوى إيمانك فانظر إلى مستوى خوفك من الله عز وجل. هل تعلم أن الله سيحاسب الخلق أجمعين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل عندك يقين أن لكل سيئة عقابا، وأن الله عز وجل بالمرصاد، وأن الله كان عليكم رقيبا، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأنه لا ظلم اليوم، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ هيك إيمانك؟ إذا كان إيمانك هكذا، الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وقف مرة مع صديق له في ظل بيت، فإذا بهذا الإمام يجر صديقه إلى الشمس، قال له: لماذا؟ هنا ظل. قال: هذا البيت مرهون عندي، وإني أكره أن أنتفع بظله. هذا الورع. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما تروي بعض الكتب، انقطع عنه الوحي أسبوعا أو أكثر، فقلق النبي، قال: يا عائشة، لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. رأى تمرة على سريره فأكلها، ثم شك لعلها من تمر الصدقة، قال: يا عائشة، لعلها تمرة من تمر الصدقة. فعلامة الإيمان الخوف، كلما توسعت لا تدقق، يعني ضعيف الإيمان، الإبرة دون الخط الأحمر، لا تدقق، الله ما حيحاسبنا، سيدي صعب، شو بدنا نساوي؟ نحن بزمان صعب، الله يعفو عنا. هي الكلمات معناها الإيمان ضعيف كثير، لكن الإنسان لو أراد، لو عرف الله حق المعرفة لحاسب نفسه حسابا عسيرا. إذا هذا هو الخوف. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من اصطاد عصفورا بغير مأكلة، هذا العصفور أتى يوم القيامة وله دوي كدوي الرعد، يقول: يا رب سله لما قتلني. في اللي بيصطاد له يقول لك: 10,000 طير اصطاد والطريق تفسخوا أم كبون، بس قضى يومين صيد رائعين تماما. هذا لا يعرف الله عز وجل، بيستمتع بإيقاع الأذى بالحيوانات وبإتلاف المال. الحيوان مال أتلفته بلا فائدة. أما لو الإنسان كان على سفر وأشرف على الموت جوعا واصطاد طائرا وأكله، هذا الطائر يعني شعر أنه قدم شيئا ثمينا لهذا المخلوق الأول. أما أنت تقتله بلا سبب، طبعا العلماء حكموا على أن الصيد إذا كان لغير مأكلة فهو حرام، لأن فيه إتلاف مال أولا وإيقاع الأذى بلا سبب ثانيا. فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يرتقي خوفه. قضية سهلة في تعاملك اليومي في البيع والشراء، كلمة لا تدقق هي كلمة المنافقين، كل شيء دقق فيه. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. ألا تكفي هذه الآية؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمؤمن من شدة خوفه من الله يضحي بما فيه شك،
الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شكيت بمبلغ بينك وبين أخي، مسامح، ما بدي، أريح لي، لا تقع بالظن، دائما خليك باليقين، أو سجل أو خذ إيصال، لكن شكيت ارتاح من الموضوع. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله بحاسب من أجل هرة أحيانا. إنسان ألقى هرة من الطابق السابع، باق بها زرعا، ألقاها إلى الأرض حتى ماتت، فقد توازنه فجأة. الله كبير وحسابه دقيق، وربنا عز وجل إن بطش ربك لشديد. لما الإنسان بيؤذي المخلوقات، إذا كان إيذاء الهرة سبب لدخول النار، فكيف بإيذاء الإنسان المكرم؟ أن تخيفه أو أن تأخذ ماله أو أن تذله أو أن تغتابه أو أن تنال منه أو أن تحرجه، هذا كله محاسب عليه الإنسان. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هذا حال النبي فما حال أمته من بعده؟ النبي وما أدراكم من النبي، المخلوق الأول الذي عرف الله، الذي أحبه، الذي أمضى كل حياته في طاعته وفي خدمة خلقه وفي نشر دينه، يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. فنحن إن لم نخاف فنحن مرضى. الذي لا يخاف من الله مريض، يحتاج إلى معالجة. لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. من المخلط؟ الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. مقياس استقامتك وأنت وحدك، مقياس استقامتك فيما بينك وبين الله. أخي والله أنا في علي دين أديته الحمد لله، أنا صاحب ذمة، كاتب سند أنت، عامل إيصال، في عليك شهود، وخصمك بلوة، أديت، هذا سلوك مدني. لكن هل تعلم ما هي الأمانة؟ إنسان أعطاك 100,000 ولم يعلم أحدا ولم يأخذ منك إيصالا وتوفاه الله، لست مدانا أمام أحد، ولا يستطيع أحد في الأرض أن يسألك سؤالا واحدا. جئت بالمال وطرقت باب الورثة وقلت لهم لوالدكم عندي هذا المبلغ خذوه، هي الأمانة. ألا تكون مدانا أمام الخلق؟ حينما يكون الإنسان مدان للخلق فإذا دفع فقد دفع خوفا من الخلق. لكن البطولة أن تؤدي ما عليك تجاه الحق. لذلك الصيام هي عبادة الإخلاص. الصيام في شهر آب أو شهر تموز، النهار 17 ساعة، الإنسان دخل إلى الحمام وفي حنفية عداد، ما الذي يمنعه أن يشرب؟ إيمانه أن الله مطلع عليه. غض البصر، ليس في الأرض كلها أمر وضعي ولا قانون يأمر بغض البصر. إنك إن سرت في الطريق ورأيت امرأة سافرة فغضضت بصرك عنها، ما الذي حملك على ذلك؟ إيمانك بالله، إخلاصك له، حبك له فقط. فشاءت حكمة الله أن ينفرد الدين من بين كل الشرائع بأوامر، فمن أخذ بها فقد أكد إخلاصه لله عز وجل. إذن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. كأن النبي قدوة لنا، هو قدوة لنا. النبي أمر أن يعبد الله، أمر أن يخلص له، أمر أن يكون متفوقا وتفوق، يعبر عن ذاته، يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، هو قدوة لنا. كل أمر موجه إلى النبي
موجه إلينا بالتبعية، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. هذا أمر، أعبدوا فعل أمر، هل هذا أمر؟ قال هذا أمر تهديد، يعني اعبدوا من شئتم وسوف تدفعون الثمن باهظا. لما الإنسان يربط مصيره بإنسان هو يقامر بسعادته الأخروية، هذا الذي عبدته من دون الله لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا حفظا ولا تأييدا ولا نصرا، وإن ملك من باب الافتراض قد لا يستجيب لك، وإن استجاب قد لا يسمعك. لو أنه يملك شخص قوي يعطيك، لكن أنت في وضع حرج كيف أتصل به في الصحراء؟ لو اتصلت به ولم يستجب لم تستفد شيئا. إذن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طيب ولو سمعوا ما استجابوا. فإذا آمنت أن ما سوى الله لا يملك لا النفع ولا الضر ولا الموت ولا الحياة ولا الرزق ولا التوفيق، ما من مشروع على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى توفيق، ويؤتى الحذر من مأمنه، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني مع الله ما في زكي. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. إذن أنت علاقتك مع الله وحده، حتى لو استطعت أن تنتزع من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. علاقتك مع الله فقط، معك في بيتك في غرفتك في سفرك في معاملاتك في حساباتك، ممكن تضيف صفر وفلان في غفلة في القياس، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، فإذا كنتم مؤمنين معكم بتوفيقه، مع كل مخلوق بعلمه. أما إذا كنت مؤمنا به مستقيما على أمره هو معك بالتأييد والنصر والتوفيق والحفظ. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. كل السعادة في معرفة الله، كل التوفيق في الاستقامة على أمره. وانظر كيف أن الأمور تدور لصالح المؤمن والعاقبة للمتقين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آيات كثيرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاعبدوا ما شئتم، يعني اعملوا كتروا، افعلوا ما تشاءون، كل شيء بسمنه أبدا. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الإنسان بيخسر بيت أيام بيعوضه، في تجار فلسوا 5 مرات بعد التفليسة بينهض بيشتغل. فكل خسارة ممكن نتلافاها أو ممكن نربح بعدها ليست خسارة، لكن الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان ذاته. يقول لك واحد فلس، يقول لك الله كريم أنت خيرك لقدام ماشي الحال، بيرجع بيشتغل بيتدين مبلغ بيتاجر بيربح بيوفي ديونه بيمشي حاله. أما إذا هو مات انتهى. فأكبر خسارة أن تخسر ذاتك. هون الذات معناها لما الإنسان يأتي للدنيا ويغادرها دون أن يعرف الله ودون أن يستقيم على أمره فقد خسر نفسه في الآخرة، يعني استحق النار. فالإنسان حينما يخسر مكانه في الجنة، أنت كإنسان خلقت للجنة، أنت كإنسان خلقت للجنة، فإذا لم تؤمن خسرت هذا المقام في الجنة وهو أكبر خسارة.
أكبر خسارة على وجه الأرض أن تخسر مقامك في الجنة، يعني خسرت ذاتك، خسرت نفسك. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أنت جعلك أب الله عز وجل، جعل لك زوجة، لك أولاد، لك بنات، لك أصهار، هؤلاء في الأساس من أجل أن يكونوا زادك إلى الله عز وجل، من أجل أن تهديهم إلى الله، أن تعينهم على دينهم. فوجد الكافر نفسه كان ضال مضل، فاسد مفسد، منحرف، وحمل ابنه على الانحراف. لذلك فوق مصيبته أنه كان ضال مضل، تقول له ابنته، تقول ابنته لرب العزة: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان سببي. فاليوم القيامة مو مشكلتك لحالك، مشكلة الإنسان وذريته. ابنه علمه بمدارس أجنبية، نشأ على الاختلاط والانحراف والزنا، لكن أخذ دكتوراه. بنته قال لك أنا ما بحب قيد حريتها، أطلقتها. هي بتقرر تتخذ قرار بشأن مصيرها، شيء خير إن شاء الله على الأب. أطلق لبنته حريتها، فسدت وأفسدت. يوم القيامة هؤلاء الأولاد الذين كان من الممكن أن يهتدوا إلى الله لو كان أبوهم مؤمناً، أبوهم حملهم على الكفر. والله حدثني شاب كان أبوه يدفعه إلى شرب الخمر وإلى ارتياد أماكن اللهو، وإن لم يفعل كان يعنفه. هذا أب. قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأهليهم، خسر زوجته، أولاده، بناته، كلهم في ضلال. هو كان ضال، لأنه ضال مضل، فاسد مفسد. فالإنسان بعد ما يتزوج ما عاد مشكلته لحاله، مشكلة أسرته. ممكن تكون زوجته زاد للآخرة إذا حملها على طاعة الله، إذا علم ابنه القرآن، إذا نشأه على حب النبي العدنان، إذا علمه السيرة، إذا ضبط سلوكه، راقبه، وجهه، هذبه، نصحه، أكرمه، زوجه على بكير. أخي أنا نشأت عصامي، بحب يطلع ابني عصامي. شو هي آية لما حديث هي؟ هلأ صعب يطلع واحد عصامي لحاله. أنت مقتدر، زوجه لابنك. بعرف أشخاص عندهم عشرات البيوت وأولادهم يحتاجون إلى غرفة ما بيعطون. أنا نشأت عصامي. وكل أب الآن مقتدر ما بيزوج ابنه بيتحاسب عند الله عز وجل. إذا ابنه زلت قدمه بصحيفة الأب لكان مسؤولية الأبوة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هي الخسارة الحقيقية. أما والله فقدنا بيت، احترق بيت، احترق محل، تجارة فلست، صفقة غرقت في البحر، شيء يعوض هذا. أما الخسارة الحقيقية الإنسان حينما يكتشف أنه ضيع أثمن ما في الدنيا. لذلك قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا. والله مساكين، جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يعرفوا أثمن ما فيها. أثمن ما فيها معرفة الله وطاعته. فالغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى والفقر بعد العرض على الله. لهم من فوقهم ظلل من النار، طبقات من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إن هي المشاهد الله عز وجل ذكرها بالقرآن قبل الأوان لتكون عبرة لنا، كما لو سربنا الأسئلة لصالح الطلاب. انتبهوا لهذا الفصل، انتبهوا، ربنا عم بيبين لك مشاهد الآخرة الآن. هذا وضع الكافر في جهنم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لحقوا حالكم. يعني أنا كنت أضرب هالمثل، كنت مرة بالعمرة إلي صديق حدثني عن قصة جرت في بلاد العمرة، أنه شاء رجل من أطراف جدة عنده أرض، باع على مكتب عقاري. هذا المكتب بيظهر استغل جهله وأخذها بثمن بخس.
عمروها 23 طابق. أول شريك وقع من أعلى طابق فدقت رقبته، الشريك الثاني مات بحادث، الثالث فكر، اثنين ماتوا انقصفوا أصف. فبحث عن هذا صاحب الأرض، بحث عنه 6 أشهر حتى وجده ونقده الفرق. نقدوا الفرق أنه أرضك تسوى 3 ملايين، نحن أخذناها بنصف مليون، أنا قلي التلت هي الفرق وسامحني. فقال له هذا البدوي: ترى لحقت حالك أنت، فيا أخوان لحقوا حالكم، يلي عليه زمم سابقة، في حسابات غير مضبوطة، آكل مال حرام، يده وضعها على محل ليس له. هلأ الحياة فيها بحبوحة، ما دام القلب ينبض الأمور تحل، لكن بعد ما الإنسان يموت انتهى كل شيء، وسوف يختم عمله ويحاسب حسابا عسيرا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، والحمد لله رب العالمين.